تصدر اسم الفنانة الكويتية الشابة الشهيرة ليالي دهراب مواقع التواصل الاجتماعي مرة جديدة، لكن هذه المرة ليس بسببها مباشرة، بل بسبب ما فعلته أخواتها أسرار وأبرار. أختي ليالي ظهرتا في مقطع فيديو قصير من عدة ثوان فقط، وهما ترقصان على إحدى الأغنيات الحماسية وتتميلان أمام الكاميرا. وقد كانت أسرار ترتدي بلوزة تكشف كامل ظهرها، ما عرضهما لانتقادات كبيرة من الجمهور. البعض تساءل ما الفائدة من نشر هكذا مقاطع خلعية لا تقدم أي محتوى سوى الرقص والهز. البعض الآخر لفت إلى كثرة الفيلر وعمليات التجميل، فيما أدان قسم آخر ما تفعله بنات دهراب أي ليالي وأخواتها باستمرار من استعراض لأجسادهن ورقص وظهور بشكل لا يمثل الفتاة الكويتية برأيهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها الرقص باسم ليالي وأسرار وأبرار، خاصة أن ليالي وأسرار يبدو أنهما تأخذان دروسا في الرقص وفق أحد المقاطع الذي نشرته ليالي على حسابها في إنستغرام من إحدى الصالات الرياضية، وهنا ترتدين حذاء بكعب يخصص عادة لصفوف تعلم الرقص على أنواعه. وتعتمد أسرار تحديداً في منشوراتها على إنستغرام على عرض أدائها للتمارين الرياضية باستمرار، حيث ترتدي ملابس الرياضة الضيقة وتؤدي حركات العضلات.